Bravo Pitou, félicitations, ça chauffe. Je donnerai ce petit twist, il y a l'oublié, on a dit ça en bas. Il a un sale con là. شاركت على متن الباخره كلثوم. بالنسبه للاحسن الاكبر سمكه كان الوزن ديالها 13 كيلوغرام. بالنسبه للمباراه الحمد لله راك شفتوا الجو اللي داز فيه، جو اخوي يعني على جميع المستويات، لا بالنسبه للتسيير لا بالنسبه للتنظيم لا بالنسبه لحفاوات الاستقبال، بالنسبه للناس اللي جاوا عندنا من اوروبا الحمد لله المغرب راه معروف. كنتمنى الله تعالى مثل هذه المباريات يكونوا عامه في المغرب كامل ان شاء الله، باش نتعرفوا على مصايد جداد ورياض جداد وتزيد هذه الرياضه هذه الشهر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. الفرقه ديال كلثوم باطو كلثوم، والحمد لله اش نقول لكم، احنا هادشي فرحنا بزاف ودرنا مجهود كبير اليوم باش كنا في الموعد، لان البحر كان شويه صعيب اليوم، وحنا فرحانين بهذا الشيء هذا باش وغدا ان شاء الله باش يشجعنا باش غدا ان شاء الله نزيدوا نكملوا. وشكرا بزاف ومرحبا بالناس اللي جاوا من برا منا، والحمد لله كان داك الشيء كيفرح، وهذا الشيء كان احسن من المرحله الاولى، كانت يعني شويه زيانات والحمد لله هذا الشيء كان مزيان. الكابيون الفائز بكأس كوبا ديل ستريتشو لدورته الأولى فيرست إديشن، y el campeón es vamos primero a pedirle والفائز باخرة مغربية التظاهرة غتدخل في تاريخ الصيد العمودي، لأنها لأول مرة كدير في المغرب، وشرف أن يكون المغرب هو اللي فاز بهذا الكأس، والباخرة اللي شرفات المغرب وشرفات إفريقيا هي باخرة مريم. باخرة مريم كان فيها صياد من طوكيو، نو؟ داكور. فرنسا، alors de France también, un français tangaoui. احنا ربحنا الجائزه الكبرى للصيد البوغاز البارح، واليوم شاركنا في مباراه الصيد العمودي. انا طيب ولال وجوزيف دودار اللي كان هو كابيتان ديال تيم ماي ماي، حاولنا نربحوا الجائزه مورا نهار مزيان البارح، والنهار خير ممتاز اليوم هو اللي خلانا باش نربحوا هذه الفائزه، وحنا فرحانين بزاف. وكنشكروا لورغانيزاسيون على هذا النوع ديال التظاهرات، وما كرهناش يبقاو يعاودوهم بلوزيور فوا في مدينه طنجه. حنايا عملنا تقريبا في التوتال كيلو تقريبا 50 كيلو اليوم، واكثر من 10 كيلو البارح. اليوم عندنا في هذا الفندق تتويج ديال البطل وتوزيع الجوائز ديال الناس اللي شاركوا. الحمد لله هاد الدوره كان فيها واحد الاقبال كبير، بحيث كاين 180 مشارك اللي شاركوا في هاد الدوره، ومنهم 96 اجنبي من ايطاليا، بولونيا، اسبانيا، جبل طارق والمغرب.
دونك الحمد لله هاد اليومين ديال المنافسه دازو بدون مشاكل. 42 باخره اللي كانت مشاركه كلها دخلت بسلام، والناس كلهم دابا حاضرين معنا هنا في هاد العشاء ديال توزيع الجوائز.